بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول الأمين. أما بعد، ازيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هناخد محاضرة سنة من محاضرات الماي سيكوال، والنهاردة بإذن الله هنتكلم عن طريقة ازاي إدخال بيانات لقاعدة بيانات والجداول باستخدام النماذج. المرة اللي فاتت عرفنا ازاي ندخل داتا للداتا بيز بتاعتنا. نشوف كده، وتعالى من اف 12 تمام، ونخش بيه على البي اتش بي ماي ادمن، بي اتش بي ماي ادمن لوكال هوست، وادي البي اتش بي ماي ادمن تمام كده. ولو دخلنا على التيبل الداتا بيز اللي اسمها يوزر داتا بيز 2 ودخلنا على اليوزرز تمام كده، هنلاقي ان هو بيدخل البيانات. بس هنا في مشكله طبعا، ان كل ما تعمل سيف هو بيفضل يرمي في البيانات داخل الداتا بيز بدون ايه، رقيب ولا حاسيب ولا الكلام ده كله. طيب هنعمل ايه عشان نظبط الموضوع دوت؟ هنعمل نموذج، والنموذج ده هو اللي هيتولى ادخال البيانات الى داخل ايه، قاعده البيانات بالشكل دوت. طبعا انا عندي هنا الاي دي، عندي الفيرست نيم، عندي اللاست نيم، عندي الايميل، عندي الباسورد تمام كده. كل البيانات دي عايز ادخلها بس بطريقه معينه، بس عن طريق ايه، نموذج. عن طريق ايه؟ نموذج. ده اللي هنعمله النهارده. طب تعالى ناخد الوايت بورد كده بالشكل دوت. اوكي، وهنكتب احنا عاوزين نعمل ايه بالظبط. دلوقتي عاوزين ندخل بيانات للجدول عن طريق كود بي اتش بي، عن طريق ايه؟ نموذج. عن طريق نموذج، يبقى احنا هننشئ نموذج تمام كده، والنموذج ده هو اللي هتولى عمليه ادخال البيانات تمام. تمام، اول حاجه محتاجين ان ايه، ان احنا نعمل اتصال، نعمل اتصال بقاعده البيانات. دي اول حاجه احنا محتاجين ايه نعملها. تاني حاجه يا جماعه، محتاجين ان احنا نعمل نموذج، ندخل من خلاله البيانات. طبعا بعد ما ننشئ النموذج ونتصل بقاعده البيانات، محتاجين حاجات كتيره، زي ان احنا نستقبل البيانات دي في متغيرات، وبعد كده نعمل رسائل الخطأ، لو في خطأ الكلام دوت تمام كده. وبعد ما نعمل رسائل الخطأ نبدأ نفلتر البيانات ونشيك على الخطأ مرة تانية، تمام. وفي حالة لو حدث خطأ معين مثلا كده، نطلع رسائل خطأ، لو الأمور مشيت تمام، لو مفيش خطأ هنبدأ ندخل البيانات. هنبدأ ندخل ايه؟ البيانات. يبقى دي الحاجات اللي احنا عاوزين ننفذها ان شاء الله من خلال النموذج ايه بتاعنا. طيب طبعا النموذج بيبقى عبارة عن نموذج عادي، احنا نبنيه واحدة واحدة وهنشوف الدنيا ماشية ازاي. تعالى بقى نخش على البي اتش بي ونحاول ننفذ الكلام دوت تمام كده. طيب هنحط القلم بس ونبدأ نشوف الشغل بتاعنا هيمشي ازاي. طيب هنيجي في البي اتش بي يا جماعه، ونعمل فايل ونختار سي نيو، ومن نيو هنختار بي اتش بي فايل، ومن بي اتش بي فايل هنعمل ايه، كريت تمام كده. وهنسمي الفايل دوت، هنسميه مثلا سند داتا تو داتا بيز ويز فور، ايا كان ايه الاسم بتاعه، تويت شويه بس مش مشكله، واقول له ايه سيف تمام. اتعمل الملف بالشكل دوت، هاخد الملف اللي هو بتاع الكونكتد تو داتا بيز دوت،
connect to database install. عاوزين ملف ال connect to database connect 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 من هنا اهو connect connect to database اللي هو دوت. تمام كده علشان نتصل بقاعده البيانات هناخده كنترول اي عشان الملفات اللي فيه وكنترول سي وهنحطه عندنا هنا في السند تو داتا بيز ويز فور. تمام كده كنترول اي وكنترول وفي. تمام طيب هنيجي في التايتل بتاع الملف دوت وهنغير التايتل وهنقول ادخال بيانات للجدول عن طريق نموذج عن طريق ايه نموذج. اوكي وهناخد ده برضه كنترول سي كده كنترول سي وهنحطه هنا في العنوان بتاعنا اللي هو كيفية الاتصال بقاعدة البيانات عن طريق كود اتش بي. هناخد ده كله كنترول اي كنترول وفي يبقى يدخل بيانات للجدول عن طريق نموذج بي اتش بي. تمام كده تمام تعالى نعمل كنترول اس. تمام طيب الداتا بيز اللي احنا عاوزين نتصل بيها هو هو نفس الكود بس هنوضح هنا في الحته ديت هنعمل اتش 3 اتش 3 تمام كده بكلاس تكست رايت تكست داش رايت اوكي وهنديله كمان تكست برايمري تكست داش برايمري اوكي تمام كده وبعد كده هنبتدي نكتب فيه اول خطوه الاتصال الاتصال بقاعده البيانات الاتصال بقاعده البيانات اوكي وادي كنترول اس. يبقى اول خطوه الاتصال بقاعده البيانات ممكن نحط هنا برضو المارجن توب 4 مثلا حاجه زي كده مارجن توب 4 كنترول اس كده عشان بس نفسح ما بين اللي فوق ايه واللي تحت. تمام كده وفعلا تمت اول خطوه وهي الاتصال بقاعده البيانات. تمام دلوقتي احنا عاوزين نبتدي نبني نموذج ايه نموذج. خلي بالكم قاعده البيانات اللي احنا اتصلنا بيها هي اليوزر داتا بيز 2 اتصلنا بيها على السيرفر اللي اسمه لوكال سيرفر تمام كده او لوكال هوست واليوزر اللي اسمه مصطفى اللي ليه باسورد ام جي اس من 1 لكام ل 7 واتصلنا بقاعده البيانات عن طريق داله الات ماي سيكوال اي او الماي سيكوال اي اندر سكور كونكت. تمام كده وفي حاله طبعا لو نجح الاتصال بديله رساله نجاح اللي هي بالاتصال وفي حاله لو فشل الاتصال بعمل داينج للسكريبت لانه لو فشل الاتصال بالداتا بيز اي خطوه بعد كده ملهاش اي لازمه. طيب هنبتدي نعمل هنا اتش 3 تاني اتش 3 تعالى ناخد اللي فوق دوت اللي هو ده كنترول سي وابتدي انزل هنا في الحته دي واعمل كنترول وفي ماشي كده والتاني هنقول تاني خطوه ثاني خطوة هي عمل نموذج لاستقبال البيانات لاستقبال البيانات اوكي. طيب كده احنا ماشيين تمام تعالى نعمل كنترول اس هنبص تلاقي الخطوه الثانيه بدات تظهر معايا هنا. تمام كده تمام طيب عاوزين دلوقتي ننشئ نموذج علشان ننشئ نموذج طبعا بنستخدم ايه الفورم. تمام كده تعالى كده هنيجي هنا في الحته دي تعالى نحط هنا كود بي اتش بي نسيبه فاضي بي اتش بي كود وهنا بي اتش بي تمام كده وهنبتدي نعمل كومنت هنقول في الكومنت ديت ان احنا هننشي نموذج في المكان دوت انشاء
نموذج الادخال تمام كده، ونعمل كنترول واس. تمام. طيب النموذج طبعا بيبدأ ازاي؟ بنعمل فورم تاب فورم، تمام كده نقفل الكود بتاعنا ونخش على الفورم ديت، هنديها اكشن. اكشن الاكشن ده رايح لملف معين اللي هو سند داتا تو داتا بيز اهو، تمام كده، ويز فورم اللي هو نفس الملف. يس تمام كده. وبعد كده هنديله ميثود اللي هي بوست، ميثود اللي هي مين؟ بوست. والميثود بوست دي بتعمل ايه؟ بتخلي الداتا وهي رايحه هناك بتبقى ايه، مشفره مش باينه او مش مختفيه اساسا، تمام كده. تمام. وبعد كده هنعمل ديف بكلاس جروب او فورم جروب، ديف وهنديله كلاس، والكلاس دي هتكون فورم جروب، فورم جروب. وهنقفل الديف دوت وهنخش جوه الديف نبتدي نشتغل شغل الفورم بتاعنا. اول حاجه هنعمل ليبل، الليبل ده تعال نشوف بس اول ليبل، بعد كده هنعمل فور، تمام كده. الليبل ده هيكون فور الاي دي، هدي كابيتال عشان ندخله هناك كابيتال فور اي دي، تمام كده. وبعد كده هنقفل الليبل هنا وهنخلي هنا هنقول الكود، كود مستخدم، تمام كده. هو عباره عن رقم تقال انت مش هتدخله اساسا عشان تبقى عارف من البدايه، تمام كده. بعد كده هنعمل انبوت، انبوت الفايل بتاعنا انبوت، انبوت ماشي كده. وفي الانبوت دوت هنقول له ان احنا عاوزين التايب بتاعك، التايب هيكون عباره عن نمبر فورمات، نمبر داش فورمات، فورمات اوكي. وهنديله اي دي عباره عن اي دي كده، تمام كده. وهنديله بليس هولدر، بليس هولدر ماشي كده. وهنقول كود المستخدم، كود المستخدم، وهنقول سيتم ادخاله مباشرة، سيتم ادخاله مباشرة مباشرة. اوكي تعال نقفل هنا الانبوت، تمام كده. بس هنا برضو هندي فيه كلاس اللي هي كلاس، والكلاس ديت هتكون فورم كنترول، فورم داش كنترول اوكي، فورم كنترول تمام. وهنديله نيم، النيم ديت هتكون اي دي، اي تمام. تعالى نعمل كنترول اس وهنشوف الناتج ايه. لاحظ هنا كود المستخدم جاي ناحيه ايه؟ ناحيه اليمين، الشمال قصدي، تمام كده. تعالى هنجرب حاجتين، هنجرب ان احنا يا اما ندي الديف ده كله على بعضيه تكست رايت، تكست داش رايت، تمام كده. ونعمل كنترول اس، هبص لاقي الكود بتاع المستخدم جه الناحيه الثانيه، وهاجي في الليبل نفسه برضه هدي له كلاس. تعال نجرب فورم ليبل اللي كانت موجوده، فورم داش ليبل، بعمل كنترول اس واشوفها هتطلع ازاي. مفيش اختلاف كبير، هي جايه بس خليها على اس ام، تمام. ونخليها كمان هديلها كلاس اللي هو الليد، بحب الليد قوي. كنترول اس مره ثانيه بس صغر
طب نخليها تكست تكست داش الجي رايت كنترول اس مش كبير قوي طبعا كده. طيب شيل دوت كنترول واس كده معقول تمام كده. واديله كمان دي تعال نشوف الليد هيعمل حاجه الحين كنترول كده كويس ده الحجم اللي انا ايه عاوزه شويه تمام. خلي ده بدل ما هو لارج خليه تكست ام دي رايت كنترول اس معقول تمام كده. طب وبرده لو انت عاوز تفصله عن اللي فوق اعمل له مارجن توب ام مارجن توب مثلا وليكن 4 او 3 كنترول اس هكون نزل شويه خليها 2 كنترول اس ماشي كده معقول. طيب يبقى كود المستخدم سيتم ادخاله مباشره وبالشكل ايه بالشكل ده. طيب اللي بعد كده ممكن انا اخد كل ده هناخد الكود ده كله من اول هنا لحد هنا كنترول سي ونحطه هنا كنترول اي وفي تمام. طيب دلوقتي هيبقى برضو عندك ديف كلاس فورم جروب تمام كده وهيبقى ليبل بس الليبل المره دي هيكون فور الفيرست نيم الليبل هيكون فور الفيرست نيم يبقى هنكتب هنا فيرست نيم تمام كده فيرست نيم والكلاس هتبقى نفس القصه. هو هنا بدل الكود المستخدم هيكون الاسم الاول الاسم الاول اوكي نحط نقطتين تمام. برضو هنا في الحته ديت كود المستخدم نحط نقطتين كنترول اس ادي الاسم الاول تمام كده. وبعد كده في الانبوت نفسه بدل الانبوت نفسه ما يكون عباره عن نمبر فورمات هيبقى الانبوت عندي هيكون تكست يبقى انا في الانبوت ديت هنخليها تكست سوري الانبوت هتكون تكست تمام كده. بدل الاي دي هيبقى اي دي هيبقى فيرست نيم تعال ناخدها نسخ فيرست نيم كنترول سي حطها هنا كنترول في اوكي. البليس هولدر هنقول هدخل اسم المستخدم الاسم الاول الاسم الاول اوكي. الفورم كنترول بعد كده الاي دي هيكون فيرست نيم برضو فيرست نيم بتاع كده وكنترول اس هيبقى عندي النهائي بالشكل ايه بالشكل ده الكود بالشكل ايه بالشكل ده تمام كده تمام. طيب تعالى نعمل في 12 برضه عشان نتاكد من الدنيا ماشيه ازاي صح ولا لا. يبقى كده تاني خطوه هي عمل نموذج تمام كده ادي الكود المستخدم لو حالته دخل حروف بيدخل يبقى المفروض هنا تبقى دي نمبرز بس نرجع تاني مفيش نمبر فورمات ديت خليها نمبر بس. طبعا وانت شغال يا جماعه احيانا بتفوت مش بتفوت يعني بتنسى حاجات يعني فمش مشكله نمبر ده عادة المبرمج في 12 بص كده لو حبيت ادخل حروف ما بيدخلنيش لو دخلت ارقام الدنيا ماشيه ايه تمام تمام كده ده اللي انا ايه اللي انا عاوزه. ولو ما دخلتش هو هيدخله اوتوماتيك هو كود المستخدم سيتم ادخله مباشره انت ما يمشي تدخل في الاسم الاول انت مسموح لك تدخل بقى الاسم اللي انت عاوزه سواء كان بالعربي او بالانجليزي. تعال ناخد نفس الصيغه دي اللي هي من اول هنا لحد هنا كنترول سي ونعدل فيها شويه بس الحته دي كنترول وفي تمام كده. وهيبقى عندي ديف كلاس فورم جروب تكست رايت وبعد كده الليبل هيكون بدل فيرست نيم هيبقى لاست نيم بالانجليزي لاست نيم تمام. وهناخده كوبي عشان نحتاجه وبعدين تكست هنقول هنا بدل الاسم الاول هيبقى بدل الاسم الاخير الاخير تمام كنترول اس. وبعد كده هيبقى عندي الانبوت تايب هيبقى تكست الفيرست نيم هتبقى اللاست نيم الاي دي بتاعك ده اللاست نيم البليس الهولدر ادخل الاسم الاخير الاخير
خير تمام كده. الكلاس هتبقى فورم كنترول، النيم هيبقى اللاست نيم، كنترول بي هيبقى اللاست ايه اللاست نيم، كنترول اس تمام. تعال نشوف كده تمام. اف 12 هيبقى عندي كود المستخدم، بعد كده الاسم الاول، وبعد كده الاسم الاخير تمام كده، وهبتدي ادخل الاسم الاخير. طيب اللي بعد كده هيكون عندي الايميل، هو الايميل هيبقى نفس الفكره. تعال ناخد نفس الكود دوت كنترول سي ونحطه هنا كنترول وفي، وهيبقى عندي ديف كلاس فورم جروب مع تكست رايت، وبعد كده الليبل بدل ما لاست نيم هتبقى الايميل ايميل تمام كده. وهيبقى عندي الكلاس بدل ما هي في اللي بدل الاسم ديت الاخير هتبقى هنا عندي الايميل الايميل اوكي. وبعد كده عندي الانبوت هيبقى تكست تمام. الاي دي هيبقى لاست الايميل، عندي كنترول سي كنترول في تمام. البليس هولدر ادخل الايميل او البريد الكتروني اللي احنا حابين بالعربي كلها على بعضيها البريد الالكتروني البريد الالكتروني اوكي تمام كده كنترول واس. بس الاول هيبقى عندي برضو هنا النيم هيبقى الايميل كنترول في تمام وكنترول اس. تعال نضغط في 12 مره ثانيه ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. هبص تلاقي ان فيها كود المستخدم، عندك الاسم الاول، عندك الاسم الاخير، عندك الايميل تمام تمام. محتاجين كمان محتاجين بعد الايميل في عندك الباسورد، محتاجين الباسورد. هنعمل باسورد، تعالى هناخد نفس الكود نقول هنا لحد هنا كنترول سي ونحط هنا كنترول وفي اوكي. وهنا برضو هيبقى عندي الليبل، هيبقى عندي هنا باسورد باسورد اوكي تمام كده. هناخدها كنترول سي وهنيجي هنا في الكلاس نفس القصة، بس هنا نكتب كلمة المرور كلمة المرور اوكي كنترول اس تمام. وبعد كده عندي هنا الطيب هيكون بدل ما هي تكست هتبقى باسورد، طيب هيكون باسورد تمام كده. والاي دي هيكون برضو باسورد تمام. بليس هولدر ادخل كلمة المرور نقول هنا كلمة المرور تمام. وهيبقى عند الكلاس فورم كنترول النيم هيبقى باسورد، واعمل كنترول اس مرة تانية وتعالى نشوف تمام. اف 12 من تحت المفاتيح هيبقى هنا كود عبارة عن ارقام بس، الاسم هيكون مثلا مصطفى بالمثال مصطفى تمام. وبعد كده الاسم الاخير الزويدي، الايميل مثلا ولا كل اي واحد من دول، كلمه المرور لما اجي ادخلها مثلا 1 2 3 4 5 6 هتظهر بايه بشكل نجوم بشكل دوت، عشان ده اللي انبوت عندك ايه باسورد كده لحد دلوقتي تمام. محتاجين ايه كمان؟ محتاجين السبميت تمام كده. تعال نعمل السبميت، هنيجي في الحته دي وهنعمل على طول مباشره انبوت انبوت التايب بتاعه سبميت، طيب هيكون سبميت تمام كده. والنيم هيكون سبميت سبميت اوكي. وبعد كده الكلاس هتكون كلاس هتكون بي تي ان بي تي ان تمام كده. وبي تي ان سكسس اللي هو البوتن سكسس، بي تي ان داش سكسس اهي. وهيكون عندي بي تي ان ال جي برضو بي تي ان، هيكون الزر الكبير داش ال جي تمام بشكل اهو تمام تمام. تعالى نحط الفاليو فاليو، والفاليو هتكون ارسل البيانات ارسل البيانات تمام. وخلي لي عندي في الكلاسات برضو ان هيكون عندي مارجن توب مارجن سوري مارجن توب، والمارجن توب دوت هيكون 3 مثلا كنترول اس. وتعال نشوف
تمام، هتلاقي الظروف في الناحية ديت. طيب انت ممكن تعمل له float to the right، نشوفه control s، حتى ينزل اهو. واعمل كمان margin button mb، خليه مثلا 4 control s، واعمل لف 12 من ناحيه المفاتيح واشوف الدنيا ماشيه ازاي. اوكي هتبص لو عندك هنا ادي الكود المستخدم، هتحط اي كود، وانت مش عايز تدخله ما تدخلوش لانه هيخش القاي عشان ما يعملكش لو بطل داتابيز. اوكي تمام، الاسم الاول هيكون مصطفى مثلا في المثال، خلي بالعربي. مصطفى الاسم الاخير هيكون الزويدي، الزويدي. الايميل نحط اي ايميل، باسورد نحط اي باسورد. تمام، وبعد كده المفروض اعمل سند للداتا طبعا عشان ما فيش اي حاجه بتحصل، فما فيش حاجه استجابه منين من الكود ده. بكده يا جماعه نكون ظبطنا شكل النموذج اللي احنا عاوزين نعمله. اتصلنا الاول بقاعده البيانات وبعد كده عملنا النموذج. هنخش بعد كده هنظبط شويه حاجات، منها ان احنا نستقبل البيانات اللي داخله ديت داخل متغيرات، ونفلتر البيانات ديت، ونعمل رسائل الخطا، ونكون رساله الخطا لو في خطا. تمام كده، وبعد ما نتاكد ان كل حاجه صحيحه نبتدي نعمل اس كيو ال كويري تبعت البيانات ديت على الجدول اللي احنا عاوزين ندخل فيه البيانات. ده كله ان شاء الله هنشوفه الحلقات اللي جايه باذن الله تعالى. خليكم معانا، كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى الزويدي لعلوم الحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.